هكذا ميادين للرمي، هل من المعقول يعني يفترض أن تخضع لشروط وضوابط خاصة، المكان، التوقيتات؟ ما معقولة يعني ميدان رمي في مطار بغداد الدولي موجه على قضاء المغرب؟ دكتور مظفر، بالقواعد العسكرية هناك قواعد ثابتة، هذه القواعد أنا أعتبرها قواعد ملزمة، أن تبتعد كافة المعسكرات عن أي دور سكنية وعن أي أحياء سكنية وأزقة سكانية بمسافة لا تقل عن 20 كيلومتر. لماذا 20 كيلومتر أو 25 كيلومتر في بعض الأحيان؟ حينما يتم مثلا انفجار في أقداس العتاد، وحدث كثير من مثل هكذا حوادث في مناسبات وفي أيام وسنين سابقة، حينما تعرضت إلى بعض الانفجارات في بعض الأقداس، بدأت بعض الذخائر سيما من المقذوفات والصواريخ بدأت تتطاير، لأن فيها مديات وهي عبارة عن يعني عن أنبوبة وعن فتيل، وهذه ممكن أن تنطلق بجهات عشوائية وتتسبب بالسقوط على تلك المناطق. لذلك المعسكرات ينبغي أن تبتعد عن المجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن أقل من 25 كيلومتر، لا تقل عن ذلك. لكن يعني هناك مشاكل كثيرة بصراحة، أولها البناء العشوائي، نحن لا نريد أن نحمل الموضوع ونقول بسبب العشوائيات، البعض لم يجد سكن له فاضطر أن يقيم وأن ينشئ في أراضي عشوائية وفي عرصات متروكة وفي مساحات مهجورة، وهذا طبعا السكان هم الذين أتوا قرب المعسكرات، فبالتالي المعسكر مهيئ ومعد لهذا الغرض، وطبعا هذا لا يبرر الجريمة التي وقعت أو الجرائم التي ممكن تقع نتيجة هذا الإهمال.